هي زيارة ضمن اللقاءات الدورية التي يجريها حزب الله مع بكركي، لكن مداولاتها هذه المرة كانت أساسية وشملت ملفي الساعة، زيارة البطريرك الراعي للأراضي المقدسة والأجواء المواكبة للاستحقاق الرئاسي، مداولات حافظ فيها كل طرف على مواقفه ومواقعه. وضعنا في أجواء ما نراه من تداعيات سلبية على هذه الزيارة، ونأمل أن تؤخذ هذه الاعتبارات أو هذه الرؤية في عين الاعتبار، وذكر الاعتبارات الدينية والرعوية للزيارة التي يقوم فيها، وخصوصا فيما يخص المسيحيين وفيما يخص القدس بالذات في زيارته، بعيدا عن التداعيات السياسية التي نتحدث عنها. في الشأن الرئاسي، أبلغ البطريرك وفد الحزب أن الاستحقاق شأن لبناني وليس فقط مسيحيا، وبالتالي من المهم أن تشارك جميع الكتل في الانتخاب وتنزل إلى البرلمان قبل نهاية المهلة الدستورية. إذا لم يكن هناك رئيس متفق عليه ويشكل شخصية لكل اللبنانيين وليس شخصية تحدي للبنانيين ويدخل البلد في أزمات ومشاكل كبرى، أكيد لن نرضى. وفيما لم يتم التطرق إلى أسماء المرشحين، لم يشأ السيد الإفصاح عن مرشح الحزب. حينما يعلن مرشحنا نفسه للانتخابات الرئاسية، يعني نحن نعلن ذلك إن شاء الله. يعني متى عندما تنتهي المهلة؟ حينما يعلن مرشحنا نعلن نحن. التطورات في لبنان والاستحقاق الرئاسي حضر في لقاء البطريرك الماروني مع السفير السعودي علي عواض عسيري الذي استبقاه الراعي إلى مائدة الغداء. عسيري عبر عن دعم المملكة لتوافق اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد، مشيرا إلى أنه ليس من المفيد وليس من المقبول أن تتدخل المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى في الشؤون اللبنانية، وهذا الاستحقاق يقع على عاتق المسيحيين في الدرجة الأولى، وبالتالي التوافق المسيحي المسيحي ومن ثم بالشراكة مع كل القوى السياسية عليه أن ينتج شيئا، متمنيا أن يتوافق اللبنانيون على شخص قادر على مواجهة التحديات.